السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحباب، حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. مشاهدي الأحبة، ذي قار هدوء لم يستمر طويلا واحتجاجات لا تكاد أن تتوقف حتى تعود بضحايا جدد وبتغيرات في المناصب الأمنية الرفيعة، والأسباب كثيرة في المقدمة الأيادي الخبيثة اللي تدرك جيدا زعامتها الثورية على مدن الجنوب وتحاول دائما إيقاع الفتنة بين أطرافها. استراتيجية الناصرية ودورها المحوري تحتم وجود فواعل سياسية حكيمة تطفئ لهيبها المتكرر، بالتالي فإن إدارة الأمن فيها تعني ضبط لمعادلته في البلاد، وأي إخفاق في ذلك يعني مشهد محتدم متكرر بالأحداث في منظور المخاوف قد يقود إلى إشعال فتيل أزمة. دوامة العنف التي تتركز في الاستثمار السياسي لاحتجاجات ذي قار والتي لا تفصل بينها سوى أسابيع قليلة عبر تقريب الاصطدام الشعبي بقوى الأمن الماسكة وخلق احتقان معها يوجب إجراءات نوعية غير المتخذة سابقا واللي لم تؤتي أكلها لدرء أي المخاطر التي قد يولدها الاحتكاك المستمر. في ملفنا الثاني مشاهدينا من حصاد هذه الليلة، ومع بدء زخم توافد القادة العرب إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية اللي تعطي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط لما تمثله من سوق مهمة ومحطة تاريخية للعلاقات المتبادلة، غير أنها نقطة مهمة في تحول مسار الاقتصاد والتجارة نحو المشرق المنطلق بقوة، وإلها من الدلالات غير القليلة. وللوقوف ميدانيا ومتابعة هذا التطور اللافت، فإن العراق قد حجز له موقع الصدارة في هذه القمة باعتباره الإضافة المهمة والمحورية لما يتمتع به من نقاط تمكن من احتلال هذه المكانة الريادية. مشاهدي الأحبة، نتابع هذين الملفين المهمين في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريم الأستاذ هيثم الخزعلي المحلل السياسي. حياك الله دكتور هيثم، ضيفا كريما أرحب بك بضيفا في الاستوديو، أهلا مرحبا بك. وكذلك أرحب بضيفي الكريم انضم معي عبر سكايب الأستاذ محمد الخياط الناشط المدني من ذي قار، حياكم الله ضيوف الكرام. نسأل أستاذ هيثم، لماذا الناصرية دوما يعني تكون هي المحطة المختارة للأحداث الساخنة مما يجعل الآخر مهما يدرك لرمزيتها فإنه قد تكون هي المحرك لهذه الأحداث؟ طبعاً ابتداءً أرحب بكم وبضيفك الكريم وجمهوركم الكريم وقناتكم الكريمة. الحقيقة موضوع الناصرية وتكرر التظاهرات بها لوجود ثغرات لم يتم معالجتها لحد الآن. هذه الثغرات هي معدلات الفقر والبطالة ونقص الخدمات. هذه الثغرات في الأداء الحكومي السابق تجعل هناك مبررات لتثوير الشارع، سواء كان من متظاهرين مطلبيين أو كان من جهات مرتبطة بأجندات خارجية من أجل إرباك المشهد السياسي الداخلي أو الحصول على مغانم. وشهدنا أنه في التظاهرات الأخيرة من 2019 وما بعدها البعض تاجر بدماء المتظاهرين وبالتظاهرات وحصل على مناصب ومكاسب على حساب هذه الدماء، في حين
لم يتم معالجة معظم هذه الثغرات. نتمنى أن تكون هناك التفاتة حكومية لتهدئة الشارع الناصري بتوجه الخدمات. نتمنى أن يتوجه الجهد الخدمي الحكومي إلى الناصرية بعد بغداد، أو يخصص جزء منه الذهاب إلى الناصرية في الوقت الحالي، وأن تراعى موضوع معالجة ملفات الفقر والبطالة. وكان هناك اتجاه للسيد السوداني بتشريع قوانين رفع رواتب الرعاية الاجتماعية، وكانت هناك فكرة لرفع رواتب المتقاعدين إضافة إلى تحسين البطاقة التموينية والحصة الممنوحة وإيجاد فرص عمل وتعيين وتثبيت المتعاقدين. وهناك أكثر 150 ألف وظيفة في الموازنة الجديدة، نتمنى أن تكون حصة لا بأس بها لمحافظة الناصرية. بالتالي أعتقد أنه إزالة الذرائع هو أهم معالجة تتم في هذه المحافظة. بين إزالة الذرائع وتنفيذ مطالب الجماهير، أستاذ محمد، نتحدث عن الناصرية، لماذا هي دون غيرها من المحافظات دائما ما تحدث بها كذا أحداث، رغم أن المطالب يبدو أنها مطلبية ومهمة، ولكن تكرار هذا الحدث في الناصرية هل نستشف من وراءه معطيات أخرى غير الظاهر؟ أستاذ محمد الخياط، أرحب بك. أهلا وسهلا، حياك الله. صوت انقطع، هسه واضح. أعيد السؤال لحضرتك. نعم. نتحدث عن الناصرية. نعم هسه واضح. نعم تفضل. أعيد السؤال. نعم أعيد السؤال. أعيد السؤال بكل ممنونية أستاذ محمد. يعني المطالب كما يوضحها الدكتور هيثم الخزعلي هي مطالب تتساوى بها كل محافظات العراق أو أغلب هذه المحافظات بالقضاء على الفقر والبطالة وغيرها من هذه المطالب اللي هي مطالب حقيقية. طيب ليش الناصرية دون غيرها هي ما دائما تطالب بهذه التفاصيل، ومن ثم يكون هنالك لربما أحداث عنف تحيط بهذه المطالب؟ نعم أخي العزيز، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. الحقيقة لا أحد يعني لا يعرف بأن الناصرية أو محافظة ديقار بالكامل تصدت سابقا لنظام الدكتاتوري البعثي السابق، وقدمت قرابين وآلاف من الشهداء. والآن وبعد سقوط هذا النظام أيضا الناصرية لا زالت مدينة مهملة، مدينة بلا خدمات، مدينة شبابها الآن تعرفون جيدا بأنه يبحث عن فرصة عمل. شباب الناصرية عندما حدث تفجير ساحة الطيران كان العديد، وهذه مفارقة غريبة، العديد من الشهداء كانوا من مدينة الناصرية، دلالة واضحة بأن الناصرية حقيقة هي من مدينة مهملة بالكامل. أنا أتمنى على مراسلكم هنا في الناصرية وعلى أي جهة منصفة أن تتابع ما يجري هنا في الناصرية وتشاهدون كيف هي الخدمات وكيف هي البطالة وكيف، بالإضافة إلى الناصرية التي دفعت دمنا، عفوا قطاع الاتصال. طيب ألو، أسمعك جدا أستاذ محمد. طيب خليني أرجع إلى الدكتور هيثم. أستاذ هيثم، نتحدث عن هذه المطالب دائما وعقب كل الأحداث المؤلمة التي تحدث في مدينة الناصرية، نشوف أنه يتم إجراء تغييرات أمنية ابتداء من كبار القادة الأمنيين والخدماتيين. لماذا يتم وضع ما تم وضع خطة نوعية تدارك هذه الإشكالات؟ الحقيقة أنه موضوع المعالجات الأمنية وموضوع نوعية المتظاهرين، نحن نخشى من دخول بعض المغضين في التظاهرات ممن يقوم باستهداف الجهات الأمنية أو استهداف مؤسسات الدولة أو يستفز القوات الأمنية ليدفعها لاستخدام العنف. ولكن كما أكدت الحكومة وأكد السيد وزير الداخلية بأنه لابد أن تكون هناك معالجات مهنية وعدم استخدام السلاح في مقابل المتظاهرين، يعتقد أن هذا خطأ فاحش يعني يسحب الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. بالتالي لا أعتقد أنه من المناسب والملائم استخدام السلاح. التوترات بدأت في الناصرية منذ 2019 بسبب استخدام سلاح مفرط بشكل غير مسؤول من
شخصيات غير مسؤولة تم تعيينها في المحافظة ما أدى إلى سقوط شهداء، ولولا حكمة العشائر ودور المرجعية في ضبط الوضع وعدم جرار الأمور إلى ما هو أكبر لكانت الوضع انفلت، حتى أنه سمعنا دعوات في مواقع السوشيال ميديا ومن منصات مدعومة من خارج العراق بتوجه المحافظات إلى الناصرية، ولكن حكمة أهالي الناصرية بإغلاق المحافظة وعدم السماح بدخول الغرباء كي لا يكون هناك من يعيث الفساد في المحافظة أو يجر الأمور إلى صدام مع الأجهزة الأمنية على حساب أهالي المحافظة، كان الشيوخ العشائر ووكلاء المرجعية ومعتمديها منتبهين لما يراد للناصرية، وبالتالي جرى لملمة الأمر بكل سلاسة. الآن لابد أن نتعلم من أخطاء الماضي، أن لا نعود لاستخدام السلاح تجاه المتظاهرين، هناك وسائل حديثة، هناك آليات حديثة، هناك أجهزة حديثة، موضوع الردع ومكافحة الشغب أولى بالتعاطي والتعامل مع المتظاهرين من غيرها من الأجهزة. بالمقابل نطالب المتظاهرين أن لا ينجروا وراء كل مغض يحاول مهاجمة الأجهزة الأمنية ومهاجمة مؤسسات الدولة، وقد يكون قبض الثمن من الخارج أو مدعوم بمنصات خارجية من أجل تثوير الوضع، وبالتالي يكون الثمن دماء شهداء كما شهدنا في 2019 وغيرها، ومن حصد المكاسب بعض النفعيين الذين تاجروا بدماء المتظاهرين وتسنموا مناصب في حكومة السيد الكاظمي على حساب المتظاهر البسيط والمطلبي والذي كان يرجو الخدمات. طيب الأستاذ محمد، الناصرية هي البيئة المحافظة وذات الطابع العشائري بالإضافة إلى الطابع الوطني مثل ما تفضلت حضرتك طيلة أيام أو سنين طويلة ونضال جهادي طويل يمتد أو يتوغل في القدم بصراحة. ما هي الأدوار المحورية اللي من الممكن أن يلعبها حكماء القوم في هذه المحافظة العريقة بالتالي نحافظ على التهدئة ونحافظ على أرواح المواطنين و نضع المطالب أمام الحكومة في مسارها نحو التطبيق؟ أخي العزيز، أولا أنا متواجد في ساحات التظاهر منذ 25 شباط 2011 ولحد الآن، نعم. وهذه رسالة واضحة لكل المسؤولين، يعني في كل الحكومات المتعاقبة كنا نتظاهر، ولكن تظاهراتنا بشكل واضح وصريح ويعلم الجميع تظاهرات سلمية مطلبية جماهيرية عامة، والتظاهرات هي هدفها الأساس هو تصحيح مسار العملية السياسية وتصحيح مسار الحكومة، لم نعتدي على الممتلكات العامة والخاصة، ولا يمثلنا من يقوم بالاعتداء على الأجهزة الأمنية، ثم منهم هؤلاء هم الذين في الأجهزة الأمنية، هم أولادنا وأحفادنا وأبناء بلدنا، هذه قضية معروفة للجميع. أما من يقوم بالاعتداء فأنا سبق لي في تظاهرات 2019 وكان لي بعض اللقاءات مع بعض المسؤولين وكان معي شيوخ عشائر والتقينا بمدير الشرطة ذاك السيد محمد القريشي، وكان حديث واضح وصريح، فطلبته أنا شخصيا ومعي بعض شيوخ العشائر المعروفين هنا، يعني شيوخ لهم يعني مكانتهم هنا في المحافظة، طلبته شخصيا بأن الحقيقة يقدم لنا كل متظاهر يقوم بالإساءة إلى أي جهة أمنية أو إلى أي دائرة حكومية، طالبته بالدليل، ولا زلت اليوم أيضا أؤكد من خلال قناتكم الكريمة أقول بأن أغلب الفيديوهات التي يتم تصويرها الآن والتي حدثت بالأمس أو التي حدثت في السنوات السابقة يتم تصويرها من قبل بعض الأشخاص المتظاهرين أو من بعض المناطق القريبة على ساحات التظاهر. السؤال موجه للأجهزة الأمنية، نعم، وأقول لماذا لا يتم تصوير المتظاهر الذي يقوم بالاعتداء على الممتلكات العامة وتقديمه بشكل علني إلى القضاء؟ لماذا لا يقوم الجهات الأمنية عندما تخرج إلى ساحات التظاهر سواء كانت مكافحة الشغب أو قوات سوات أو القوات العسكرية تقوم بتصوير ما يجري أمامها حتى يكون دليل لنا نحن كمتظاهرين على الأقل وأيضا للرأي العام العراقي وللجهات الأمنية، نحن مع تطبيق القانون، نحن كمتظاهرين سلميين مع الدستور، نحن كمتظاهرين نطالب بحقوق مشروعة، هذا هو هدفنا.
أما من يقوم بأعمال تخريب أو يقوم بالاعتداء على ممتلكات الخلق، قبل قليل قال لي منشور على صفحتي الخاصة بأن من يقوم بالحرق ويقوم بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أيضا هذا لا يمثل المتظاهرين، نحن أبناء هذا البلد وعلى من نعتدي. الممتلكات العامة هي ممتلكات تابعة للشعب العراقي، الممتلكات الخاصة هي ممتلكات أهلنا وأخواننا في المحافظة. لذلك يا أخي العزيز أنا أقول بصراحة مدينة الناصرية مهملة، وشباب الناصرية يجوبون الشوارع بلا عمل، وأنتم تعرفون جيدا بأن العديد العديد من الخريجين، أعتقد بأن اليوم كانت هناك تظاهرات أمام وزارة المالية أيضا، وهؤلاء الخريجين لهم حقوق على هذه الحكومة على الأقل توفير أماكن للمعيشة أو وسيلة للمعيشة. لذلك أنا أقول، أنا قلت قبل لا ينقطع الحديث طالبت مراسلكم وأنا مستعد أن أتواجد معه وأكشف له ما هي المشاريع الاستراتيجية في المحافظة التي المتلكية والتي فيها فساد. وقبل أيام أيضا كنت مع مدير صندوق إعمار ديقار حول المشاريع المنجزة. لذلك نحن نقول نحن ضد استخدام العنف، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وهو سؤال موجه إلى الأجهزة الأمنية في المحافظة وإلى السيد رئيس الوزراء، هل تم العثور على متظاهر يحمل السلاح أو يحمل أي سلاح، كان السلاح سواء كان يعني قنبلة يدوية أو رمانة يدوية أو بندقية؟ إذا كان هذا الواقع أتمنى أن يتم تقديمه إلى القضاء. طيب. أيضا هناك قضية، إذا تسمح لي دقيقة أحب يعني أيضا أن أوضح قضية خلال هذه، لماذا قد يعني يبادر سؤال من جنابكم الكريم، لماذا حدثت هذه الأحداث خلال الأيام الأخيرة الثلاثة الأخيرة؟ وهذا سؤال مهم وحيوي لكي نضع النقاط على الحروف. كانت هناك دعاوى كيدية منذ أيام حكومة الكاظمي، حكومة الكاظمي التي جاءت على دماء تشرين التي وعد وأخلف بوعده بالكشف عن قتلة المتظاهرين. كانت هناك دعاوى كيدية على بعض المتظاهرين، وكانت هناك اعتقالات ومداهمات أيضا للمتظاهرين، وكان هناك من يحاول تأجيج الوضع في الناصرية. هناك نعم أنا أقول لك بصراحة وتعقيبا على كلام ضيفكم الكريم، أقول هناك أيادي خفية تتلاعب بطلبات العراقيين، ولكن هل هناك مطالب حقا؟ أقول لك الأكثرية التي تخرج بساحات تظاهر من حقهم أي تظاهر ضمن الدستور وضمن القانون. نعم. لذلك نحن نقول ونؤكد بأن على الأجهزة الأمنية أولا أن تبتعد على استخدام السلاح والرصاص الحي، هذا الجانب. الجانب الآخر أنا أتساءل أيضا ماذا يعني عندما يخرج العشرات أو يخرج حتى في بعض الأحيان لا يتجاوز 50 نفر إلى ساحة الحبوبي وتأتي قوات مدججة وأسلحة، وكأنما هؤلاء الذين خرجوا إلى ساحة الحبوبي هم أعداء، هم أصلا عراقيون خرجوا يطالبوا بحقوقهم. لماذا هذه القوات وهذا الانتشار الأمني بهذه الصورة؟ إذا كانت وراء أنا كنت متواجد وأشاهد هذا بعين. نعم. وهذا الكلام تحمل مسؤولية. طيب. أرجع لك أستاذ محمد، بس خليني هذه الجزئية اللي تقول إنه أكو أيادي خفية أنتقل بها للدكتور هيثم الخزعلي. أستاذ هيثم تحدث عن هذه الأيادي، ما فتئت تتلاعب بمقدرات العراق، تكون هي محركات لأوضاع سياسية معينة في العراق، كلما كان هنالك جانب أو توجه نحو الاستقرار كلما كانت هذه الأيادي سواء خارجية أو داخلية تتلاعب بهذه المقدرات، بالتالي من هي الجهات التي تقف وراء عدم استقرار العراق والضخ والحث على مزيد من هذه الأعمال؟ أستاذ أحمد أنا لا أخفيك أنه ما حدث في عدة تظاهرات في عدة دول وكذلك ما حدث في العراق سابقا هو يصنف ضمن جزئية حروب الجيل الرابع والتي تم تطويرها مع التطور التكنولوجي، وهذه تقوم على صناعة حدث وعمليات نفسية والتحشيد منظمات مجتمع مدني أو مجموعات موجودة في الشارع ممولة من جهات خارجية تقوم بالتحشيد وإخراج متظاهرين، إسقاط مدنيين سواء كان باستفزاز الأجهزة الأمنية ومحاولة جرها إلى صراع أو أنه يتم استهداف المتظاهرين من داخل نفس التظاهرات عبر عناصر مدفوعة من الخارج، واتهام الأجهزة الأمنية ثم دفع المتظاهرين لتحشيد أكبر والبداية بمهاجمة مؤسسات الدولة. هذا ما يجعل صانع القرار يعني مشلولا ولا يستطيع أن ينفذ شيء.
وتأتي لحظة الاستثمار عندما يأتي ممثلين للتظاهرات ليقدموا مطالب المتظاهرين، هنا يتم ساقة المطالب وتجييغها لصالح الخارج. هذا شهدناه في التظاهرات التي خرجت ضد السيد عبد المهدي، وكانت مواكبة لموضوع الاتفاقية الصين، وكان في يوم تفعيل الاتفاقية خرجت التظاهرات من تنسيقيات في الخارج. هذا ما أخشاه، أنه أن تتكرر هذه التظاهرات، وبعض الجهات الأجنبية لوحت بإمكانية عودة التظاهرات، والآن مع انخراط العراق في القمة العربية الصينية وهو أمر مهم، تزامن هذه الأحداث أيضا يثير الشكوك أن تكون هناك جهات تدفع من الخارج من أجل التصعيد، وهذا كله تجارة بدماء العراقيين، لأن هذا النوع من الحروب لا يخسر فيه العدو شيئا، وإنما الخسارة من نفس البلد، ويكون هناك يعني احتدام داخلي وعدم ثقة بين المتظاهرين والحكومة أو بين الشعب والنظام السياسي، وقد يؤدي إلى سير السيتويشن، يعني تدمير نعم. أستاذ محمد، يعني لما نتحدث عن هذا الموضوع، وحضرتك أشرت إلى التظاهرات السابقة، واحدة من نتيجة هذه التظاهرات السابقة كانت هنالك انتخابات مبكرة. هذه الانتخابات المبكرة أفرزت متغير جديد، هو دخول المستقلين، دخول نواب عن تشرين، دخول نواب تحديدا عن محافظة الناصرية. طيب، المفروض أن عندما يكون مجلس النواب فيه ممثلين للمتظاهرين، فيه ممثلين للناصرية، فيه ممثلين حقيقيين لهذه المحافظة، بالتالي ما ممكن أنه نولي الثقة لهؤلاء النواب وننتظر، باعتباره أنهم خرجوا من رحم التظاهرات، وبالتالي يجب أن تكون لديهم مواقف في حل هذه الإشكالات. أستاذنا العزيز، أولا تعقيب على ضيفك الكريم، أتمنى أن نخرج من نظرية المؤامرة، المؤامرة التي كان يتحدث عليها فيها المقبور حشا ضيفكم الكريم، المقبور صدام حسين. نحن أبناء بلد واحد، والحقيقة هؤلاء نحن لا نسمح لهم بتواجدهم في ساحات التظاهر، ونشخص بعض الأشخاص الذين دخلوا لساحات التظاهر من أجل الحصول على مقاصد خاصة، وهذه قضية معروفة. نعرف بأن بعض الأشخاص اشتغلوا عملوا مع الكاظم كمستشارين، وهؤلاء كان لنا موقف معهم منذ عام 2014 عندما كنا نعمل في تنسيقيات العراق، كان لنا موقف مضاد لهم بكونهم كانوا يريدون السلطة، خرجوا لساحات التظاهر من أجل السلطة. أما يعني الذي يتحدث عنهم ضيفك الكريم بأن هناك أيادي خفية وأيادي، هذه واجبات الحكومة، ليست يعني ليس واجبي أنا كمحمد ياسر الخياط كمتظاهر أو ناشط مدني، واجب الحكومة أن تكشف هذه الأيادي الخفية للتلاعب بمخدرات العراق، واجب الأمن الوطني والاستخبارات وكل أجهزة الحكومة. أي متظاهر كان له اتصال مع أي جهة أجنبية عليهم أن يثبتوا ذلك بالدليل القاطع، وهذا كلام موجه لكل الأجهزة الأمنية. أما الحديث يعني نتركه على عواهنه بهذه الطريقة، فأعتقد هذه الكلامات لم تثبت لحد الآن. أما أن تكون لدينا أجهزة استخبارية وتتابع المتظاهر وتتابع حتى المواطن، يعني أنا أتساءل أيضا عندما يتم إلقاء القبض على متعاطي المخدرات، وهذا المتعاطي الآن لدينا العشرات أو المئات من الذين الآن في السجون وهم متعاطي، وهذا هو استحقاقهم. ألا يستطيعون يعني هذه الأجهزة الأمنية الموجودة، المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني، أن تقدم لنا شخصا متظاهرا واحدا قد لديه اتصالات مع بعض الجهات الأجنبية؟ هذا الحقيقة أنا هذا الكلام لا أستوعبه يعني حقيقة، وأنا متواجد في ساحة هذا كما قلت لكم قبل قليل. نحن خلينا نتحدث أولا كعراقيين، العراقيين لديهم مطالب مشروعة يخرجون من أجل مطالبهم. إضافة إلى ذلك أنا أحب أن أوضح حقيقة، والحقيقة هي بأن علينا أن لا ننسى بأن هناك صراع سياسي كما حدث في تظاهرات 2019، ونحن نعرف جيدا عندما خرجنا في عام 2019 كانت أحد الجهات السياسية هي من دخلت إلى ساحة الحبوبي وحرقت الخيل، ليست جهات أجنبية. طيب، ونعرفهم بالأسماء ونعرف لمن طيب يتبعون ومعنى من يعملون. وكتحصيل حاصل كان هنالك نواب لمحافظة الناصرية تحديدا ونواب للمتظاهرين بشكل أدق. طيب اليوم ما المفروض أنه يكون هذا الدور؟ المطالب أنا أجيبك إذا تسمح لي. أنا جايك حبيت أن أوضح لك حقيقة. أنا أقول الحقيقة نحن نعرف جيدا كعراقيين بأن هناك أكثر من 70% من الشعب العراقي قد قاطع هذه الانتخابات،
بعد أن وصل الإحباط وليس العراقيين. وأنا كنت أحد المقاطعين، أقول لك بصراحة هؤلاء الذين جاءوا إلى الذين خرجوا الذين كانوا الشروط للمشاركة في الانتخابات. أما هؤلاء جماعة الذي المقصود بهم جماعة امتداد، نتحدث بالأسماء، حركة سياسية تم تشكيلها من المتظاهرين، لكن ليس الجميع هم شركاء مع حركة امتداد، وليس الجميع وامتداد لا تمثل كل ساحة التباهي. وليسمع على الركابي وعلى الركابي، الذين صعدوا إلى البرلمان لا يمثلون كل الشيء، لدينا مطالبنا نحن. بالنسبة أنا شخصيا بالنسبة لي ومن معي، نحن أبناء الساحات نبقى في الساحات، ومن حقنا أن نمارس حقنا الدستوري في الساحات، كما هو على الركابي وامتداد من حقهم أن يمارسوا داخل البرلمان. لذلك لا يمكن اختزال أو اختصار ساحات التباهي ببعض بعض أعضاء البرلمان على الركابي أو غير على الركابي. نحن نقول نحن نريد أن نعمل داخل ساحات التظاهر ضمن الدستور كمتظاهرين سلميين، وهذا حقنا الرقابي، مثل ما أي عضو برلمان يراقب الأداء الحكومي من قبة البرلمان. نحن وبالراتب والمخصصات، هذه المخصصات حقيقة المليارية أو المليونية، ونحن نعرف جيدا كم يتقاضى هو عضو البرلمان. نحن نعمل مجانا من أجل تصحيح مسار الحكومة، وهذه قضية تحسب لنا مع احترامي لأعضاء البرلمان. نحن نخرج يعني على نفقتنا الخاصة ونسافر ونلتقي بإخواننا في المحافظات الأخرى، كل هذا على نفقتنا الخاصة، وليعرف الجميع بأننا كمتظاهرين سلميين نعمل لمصلحة بلدنا. لا يوجد لدينا أي انتماء لأي جهة خارجية، وليس لنا علاقة، وأنا شخصيا لم ألتقي بأي مسؤول أو بأي قنصل، كما في لقاء سابق على أحد القنوات الفضائية، أعتقد على قناة النجباء، تحدثت بشكل على قناة عفوا على قناة واي نيوز، تحدثت وقلت أنا محمد ياسر خياط، لحد هذه اللحظة لم ألتقي بأي عنصر بكوني أحمل أم بلدي. بالإضافة إلى هذا، يعني أحد المضطهدين من نظام الدكتاتوري، وكنت معتقلا سنين طوال، وتعرضت للغربة والقتل. وأنا الآن شرفني أن أكون في ساحة التظاهر، لست معاديا لجهة سياسية معينة، ولست ولم ارفع السلاح ولم اعتدي على الممتلكات، انا واحد من المتظاهرين. لماذا لا ننزل المتظاهرين؟ اذا تسمح لي دقيقه من وقتكم، انا اقول لماذا لا ننظر لوجه المتظاهرين بالوجه الابيض المشرق، المتظاهر الذي يخرج من يطالب بحقوق الشعب، وهذه قضيه، وهو ينظر نفسه يتعرض للقمع والقتل والخطف والاعتقال والتيديه من بعض الشخصيات او من بعض الجهات السياسيه الفاسده والمتضرر من تظاهرات. لماذا لا ننظر إلى المتظاهر الذي يخرج وهو لا يملك حتى 1000 دينار؟ لماذا لا نخرج إلى المتظاهر وهو يقوم بحمارة التنظيم؟ لماذا لا ننظر إلى المتظاهر وهو يعمل بكل جد ويقدم المساعدة ويقدم العمل؟ طبيعة النظام السياسي أو النظام الديمقراطي تفترض بأن تكون العملية السياسية ممثلة في البرلمان، وكان تمثيل، وحضرتك لديك رأي بهذا التمثيل السياسي في البرلمان. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد محمد الخياط الناشط المدني، حدثتنا عبر سكايب من ذي قار، وتفضل البقاء معي الدكتور هيثم الخزعلي كي نتابع مشاهدي الأحباب بعد الفاصل. العراق يشارك في القمة العربية الصينية، ويطلع عبر هذه المشاركة إلى إيجاد سوق عالمية فاعلة قادرة على الاستثمار في البلاد وبالقطاعات المختلفة، خاصة مع وجود تقاطعات دولية وأضداد اقتصادية. مشاهدي خلونا نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. ثلاث قمم صينية في السعودية، القمة العربية الصينية المحطة الواعدة لشراكات اقتصادية وتحالفات مؤجلة وخطوة إضافية لإعادة تشكيل عالم متعدد الأقطاب، عناوين رئيسة في جسد الاقتصاد العالمي، وملتقيات مهمة في أوضاع دولية مضطربة وشديدة التعقيد لأسباب عديدة وتحديات وجودية. العراق أحد البلدان المشاركة من بين 30 دولة ومنظمة دولية، فهو يرى فيها فرصة للتكامل الاقتصادي، وتأكيدا على مبدئه باعتماد التوازن الدولي في العلاقات الخارجية، خاصة وأنه يمتلك الثروات التي تدفع كبريات الشركات لاستثمارات كبرى واستراتيجية، فضلا عن الاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وتطبيقها، ناهيك عن الاستفادة من الشريك التجاري الصيني الذي يتمتع بقدرة النهوض بقطاعات الإنشاءات والبنى التحتية وبالكلف المالية الأقل. وتشكل هذه القمة علامة فارقة في العلاقات العربية الصينية لإسهامها في توطيد العلاقات المتبادلة في مجالات غير قليلة،
الأبرز فيها الاستثمار والطاقة والثقافة، فضلا عن كونها تأتي في سياق يعاد فيه ترتيب الأوراق والأحلاف على الساحة العالمية في ظل المتغيرات التي خلفتها الحرب الأوكرانية الروسية. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله، وجدد ترحابي بضيف الكريم استاذ هيثم الخزعلي المحلل السياسي. حياك الله استاذ هيثم مجددا، وكذلك ارحب بضيفي الكريم الدكتور فالح الزبيدي الخبير الاقتصادي. حياكم الله ضيوف الكرام. استاذ هيثم، يعني للموضوع قمه السعوديه بعدين، زماني ومكاني. خلينا نتحدث بالبدايه عن البعد المكاني من وجهه نظرك استاذ هيثم. المكان اللي تعقد بهذه القمه هو الرياض، ألا يعد هذا المكان فيه رسائل لواشنطن حليفة الرياض اللي تخوض معها حرب باردة؟ هل أن هذه القمة ستعكس بعض التعاطي في منطقة الشرق الأوسط مع متغيرات هذه المرحلة؟ الحقيقة أنه موضوع، أرحب بضيفك الدكتور أولاً، وموضوع أنه مكان انعقاد القمة. العربية السعودية تشكل ثقل اقتصادي في المنطقة، وهي تربطها علاقات تمتد لأكثر من 7 عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية. شهدت في فترة الرئيس بايدن بعض التغيرات والتوترات، مثل سحب منظومات باتريوت من العربية السعودية وذهاب الأخيرة إلى اليونان وشراء نفس الأسلحة، وتصريحات بايدن المتشنجة اتجاه ولي العهد السعودي، ثم محاولة تشريع قانون في البرلمان ضد الاحتكار يلزم دول أوبك بأن تتحدد بسقف للأسعار، وهذا كان شرع 16 مرة لكنه يفشل في كل مرة في الكونغرس. وبدائل العربية السعودية كثيرة في حال تمت هذه الخطوة، كان تذهب للبيع باليوان أو تسحب استثماراتها من الولايات المتحدة. هناك أعتقد رسائل في المكان، وبحفاوة الاستقبال للرئيس الصيني من قبل ولي العهد بن سلمان، ومع حضور يعني العديد من رؤساء الدول العربية، ربما تضمت هذه القمة 30 دولة، مما يجعل الولايات المتحدة في مأزق سياسي، أنه حتى إذا كانت رافضة لهذه الخطوة هي لا تستطيع أن توتر علاقاتها مع 30 دولة ترى أن هناك لها مصالح اقتصادية في الشراكة مع الصين. من المفترض أن تكون هناك 3 قمم، قمة سعودية مع الصين، وقمة خليجية مع الصين، وقمة عربية مع الصين. بالتالي دلالات المكان بها تعابير سياسية بالإضافة لتعابير الاقتصادية. طيب، دلالات الزمان دكتور فالح، مرحبا بك مجددا. هذه الدلالات نعتبرها أو كبيرة جدا، وتأتي مع جملة متغيرات عالمية مترابطة وأيضا معقدة. هل هذه التعقيدات ستولد مخرجات جديدة في الوضع الاقتصادي، سواء فيما يخص الشرق الأوسط أو الوضع الاقتصادي الدولي والعالمي مع ما يشهده من هكذا ركود؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بكم وبالضيف الكريم. واستكمالا لما تفضل به الأستاذ، كما تعرفون أن الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة. يعني ما يتم من صفقات اقتصادية هي لها جنبة سياسية بالتأكيد. فانعقاد هذه القمة، وهي قمة ليست بالهينة، يعني من أكبر الأقطاب الاقتصادية، يعني المركز الثاني عالميا بالمرتبة الاقتصادية هي الصين،
ويقال أنه بعد سنوات قليلة إذا استمر معدل النمو الاقتصادي في الصين بهذا المعدل المرتفع جدا ستتخطى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يكون الناتج المحلي الإجمالي إلها أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا يغيظ الولايات المتحدة الأمريكية لأنه باعتبار هي الثقل الاقتصادي الأكبر، وهو اللي يخليها تفرض عقوبات مثلا على بعض الدول ويخليها مرفهة أكثر من بقية دول العالم بسبب الناتج المحلي الإجمالي الكبير جدا للولايات المتحدة الأمريكية. علاقة المنطقة في الصين أنه معظم النفط اللي يصدر من الشرق الأوسط ويذهب إلى الصين باعتبارها يعني من أكبر اقتصاديات آسيا، ومثلا في ربع ما تستهلك الصين من النفط ويأتي عن طريق السعودية، وكذلك معظم النفط العراقي يصدر إلى الصين وإلى بقية دول شرق آسيا، فلها ثقل كبير. أرادت أن تستغل الصين هذا الشيء بأن تعوض هذا النفط باستثمارات، يعني من البلد يعني من الجانبين هي تستفيد، أولا يعني تأخذ حصتها من النفط اللي ما تقدر تستغني عنه لمصانعها، وبنفس الوقت استبدال هذا النفط بمشاريع استثمارية. وهذه العقود اللي طبعا الآن مع السعودية أكثر من 32 عقد كبير جدا تتخطى 100 مليار دولار، هذه العقود يعني حتى ضمنت يعني حسب ما يشاع أنه ضمنت يعني إقامة مفاعلات نووية للأغراض السلمية أو غيرها، ولكن هاي يعني بالأشياء السرية اللي ما تعلن. طيب. هذا شيء طبعا إضافة إلى مشروع طريق الحرير، الحزام والطريق. الحزام والطريق هذا يعني المشروع اللي تبنته الصين من أجل أن تكون سلعها تصل إلى أكبر مناطق في الأسواق العالمية لأكثر استهلاكا لثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. الصين استخدمت سياسة السعر الرخيص، فنجد الآن أنه لا يوجد يمكن بيت في العالم ما به منتوج صيني. ممكن العلاقات تقوية العلاقات مع الصين، وأيضا محاولة أن تكون الصين هي مستثمر كبير، ونعرف نحن فيما يخص العراق، العراق مثل الأرض البكر، يعني يحتاج إلى عشرات الآلاف من المشاريع الاستثمارية سواء كان البنية التحتية أو المصانع أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو غيرها وغيرها، لأن كما نعرف أنه المواد الأولية الطبيعية موجودة، وكذلك الكفاءات البشرية أيضا متوفرة لدى العراق. طيب. فيمكن أن يستغل العراق هذه، يعني بدل أن دول الخليج يستغلون بالرغم من التحالف الاستراتيجي بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية، مع ذلك يوقعون اتفاقيات مع الصين واللي هي على يعني نقيض من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الفائض التجاري الكبير ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتصارع الأخطاء بالإضافة إلى ذلك. طيب أستاذ هيثم، من ما يتفضل به الدكتور فالح، هل يستطيع العراق أن ينحى منحى برغماتي بأن يفكر بمصلحته الخاصة في هذه القمة ويحقق الفائدة اللي تعود على العراق بالمنفعة، باعتبار أنه هو نقطة التقاء كل هذه المصالح جغرافيا استراتيجيا اقتصاديا؟ طبعا أعتقد أن حكومة السيد السوداني هي اغتنمت هذه الفرصة من أجل توضيح رؤيتها التي تقوم على الإدارة الحديثة للاقتصاد، وأن تكون العلاقات مع الدول مبنية على أساس المصالح الاقتصادية، إن الاقتصاد هو المحور في علاقات العراق مع الدول الأخرى، وهذا ينسجم مع سياسة الدولة التي تقوم على ركائز مكافحة الفساد وتخفيف البطالة وتخفيف الفقر وتحسين الوضع الاقتصادي. بالتالي هذه السياسة تحتاج أن يكون العراق حاضرا بشكل كبير بهذه القمة. العراق بموقعه الجغرافي يمثل ممرا لطريق الحرير، ربما بأكثر من طريق واحد من طريقين. المسافة كما نعلم بالنسبة للسلع الصينية من الخليج إلى البحر المتوسط تمر عبر العراق، وباتجاه الشرق من إيران إلى البحر المتوسط أيضا تمر عبر العراق. المسافة من الخليج إلى البحر المتوسط تستغرق السلع 14 يوم، بينما إذا استدارت البواخر حول القرن الأفريقي هذا قد يستغرق شهرين.
الدول الخليج والجزيرة العربية كلها إذا أرادت الانفتاح باتجاه أوروبا لابد أن يكون هناك ممر عن طريق العراق اللي يحتل المكان الشمالي. إيران إذا والصين إذا أرادت أن تصل إلى البحر المتوسط وأفريقيا لابد أن تمر من طريق العراق. فبالحقيقة العراق له موقع متميز، لديه طاقات شابة أكثر من 65 بالمئة من الشعب العراقي هم ربما دون 25 أو 30 سنة. أيضا هناك لدى الحكومة العراقية رؤية بالاستفادة من التجربة الصينية في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول، بإيجاد تكامل اقتصادي بين العراق ومحيطه من دول الجوار العربية وغير العربية، بالإضافة لاستفادة من تجربة الصين في مكافحة الفقر. الصين استطاعت خلال 4 عقود إخراج 850 مليون مواطن صيني من خط الفقر بما يشكل 832 مقاطعة و 12 ألف قرية. أيضا الصين لها تجربة في مكافحة التصحر، هي استطاعت تغذير 18.8 مليون دونم، واختفت صحراء موس تقريبا من الصين وهي واحدة من أكبر 4 صحارى هناك. العراق يريد أن يستفيد من تجربة الصين في التغير المناخي، التبادل التكنولوجي مع هذه الدول ومع الصين، إضافة إلى أن وجود اتفاقيات العراق مع الصين في مبادرة الحزام والطريق. فأعتقد حضور العراق مهم وأساسي، بالإضافة لكونه ثالث دولة في أوبك بلس بإنتاج الطاقة وهو لديه فوائد نفطية كبيرة وفوائد من الغاز لم تستثمر لحد الآن. طيب دكتور فالح، رئيس الوزراء السيد السوداني لما وصل مساء اليوم إلى الرياض يعني بالتأكيد أنه هو محدد بعض الأهداف، هذه الأهداف ضمن المنهاج الحكومي البرنامج الوزاري فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الاستثماري اللي يخص العراق. أيضا من المحتمل أن يعرض وجهة نظر الحكومة الاقتصادية في هذا الملتقى، إذا ما كانت هذه المسارات المتوقعة قد تتحقق، ما هي الردود المتوقعة والنتائج المتوخاة من قادة هذه الدول المشاركة بالإضافة إلى المنظمات الدولية المشاركة في هذه القمة؟ هل يستطيع العراق أن يأخذ دوره؟ هسه ما نريد على السقف نقول الدور الريادي بقدر ما هو الدور الحقيقي في هذه المعادلة. نعم، العراق يعني المفروض هي كل دولة تسعى إلى مصلحتها الخاصة. نعم. فالعراق ممكن أن يستغل هذه القمة بعقد اتفاقيات اقتصادية سواء كان مع الصين أو مع الدول الجوار من أجل الاستثمار داخل العراق، أي تشجيع الاستثمار. شلون دول الجوار؟ خلي أقاطعك بهذه الجزئية، مو احنا شفنا الحكومة السابقة أنه روح للوسطاء. نعم. يعني عقدنا قمم ثلاثية وثنائية مع مصر مع الأردن مع غير السعودية مع الكويت، ولكن يعني يبدو أن هذه الاتفاقات أو الاتفاقيات كانت يعني في صالح ثانوية تلك الدول وليست في صالح العراق، مو بالتأكيد يعني. نعم. والفائدة تأتي من أطراف أخرى. صح. بالتالي. نعم. ليش يدخل العراق يدخل وسيط في هذه نعم. التجارب والخط الرئيسي موجود؟ نعم، واللي تفضلت به صحيح، ولكن أنا يعني كنت أقصد أنه ما دام طريق الحرير اللي هو يربط ما بين الصين والعراق كممر نحو بلدان أخرى. نعم. الأسواق الاستهلاكية الكبرى في أوروبا وفي غيرها من الدول، فدول الجوار يعني لازم أيضا تكون علاقاتها التجارية وعلاقاتها الاقتصادية جيدة مع العراق، فلذلك العراق ممكن أن يستثمر هذا الشيء. نعم. بعقد اتفاقيات أو إحياء الاتفاقية العراقية الصينية، وهي اتفاقية جيدة التي عقدت في 23/9/2019 وكان اتفاقية عظيمة اللي هي كان عنوانها النفط مقابل الإعمار، يعني ما ننطي للصين أي أموال وإنما فقط حصة من النفط، ومقابل هذه الحصة تكون هنالك مشاريع استثمارية تقوم بها شركات صينية. الآن شركات صينية فقط في مجال النفط تعمل داخل العراق وما تعمل في مجالات أخرى، يعني حتى اللي كان مشروع ما يسمى بالألف مدرسة أو غيرها ما شفنا على أرض الواقع ده يتحقق هذا الشيء. فنريد أنه ما يتفق عليه ينفذ على أمر يعني على الواقع. يعني بالمناسبة يعني إحنا يعني أعلن السيد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن الخطة الخمسية عام 2018 إلى 2022. الآن 22 راح تخلص أو خلصت، وهذه الخطة حبر على ورق لم ينفذ أي شيء منها ولم تتحرك عملية التنمية قيد أنملة أبدا. يعني ريد
ما يقال وما يكتب على الورق ينفذ على أرض الواقع، حتى نشوف أنه تحركت وصارت عندنا فرص عمل للشباب، لأنه احنا عندنا الآن معدل النمو السكاني يعتبر مرتفع، يعني سنوياً راح يزيد عدد السكان 1,200,000، لازم توفر لهم فرص عمل. إذا ما توفر الآن راح تتفاقم المشكلة مع مرور الزمن. كذلك المشاكل الأخرى، سواء كان أزمة السكن، أزمة المرور، الاختناقات، البنى التحتية، كل هاي تحتاج إلى مشاريع استثمارية يمكن استغلالها ببلد متطور مثل الصين. اللي يعني سبقت وأخذت الآن أسرع قطار بالعالم هو منتوج صيني. كذلك البنية التحتية، الجسور العائمة اللي خلتها الجسور ما بين يعني كل جسر 25 أو 30 أو 100 كيلومتر داخل البحر، فيمكن استغلال الخبرة الصينية والتجربة الصينية الناجحة في النمو في العراق بالاتفاقيات. واحنا عندنا النفط هو كمورد بالتأكيد. نعم دكتور هيثم، يعني في دقيقة لو سمحت، يعني ما تفضل به الدكتور فالح، العراقي يعول كثيرا على الصين والاتفاق معها في الاستثمار بهذه القطاعات والبنى التحتية باعتبار أنها أقل كلف مالية، هل سيتم العمل بنظام النفط مقابل البناء والمضيف اتفاقية الصين ولكن عبر مسارات أخرى كقمة السعودية أو الرياض وغيرها؟ الحقيقة ربما هناك نية لهذه الدول العربية وجزء منها منخرط باتفاقية الحزام والطريق مثل السعودية والكويت والإمارات، معظم جيران العراق حتى تركيا والأردن وحتى الكيان الصهيوني ومصر وصلت اتفاقية الحزام والطريق إلى المغرب، بالتالي لا يمكن أن يكون العراق يعني مختلفا عن هذه الدول، وهو يتحرك بما يظن مصالحه الاقتصادية حتما. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ هيثم الخزعلي المحلل السياسي، وكذلك شكري الكثير لجنابك الدكتور فالح الزبيدي الخبير الاقتصادي. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.